السلام عليكم يا شباب. احنا دلوقتي دخلنا مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في معرض سولار شو فيوتشر انرجي شو. هنبدا نشوف في الاول، انت اول ما بتدخل على ايدك اليمين بتشوف التسجيل بتاع الزوار الفيزيتور ريجستريشنز. المفروض ان انت لو عامل الباركود ومسجل بتدخل بس بالباركود على اساس ان هم يطبعوا لك الاي دي، تمام، وبتكمل معانا هنا في المسار السريع للسبيكرز. المفروض السبيكرز هيجوا في المسار السريع بتاعهم عشان الريجستريشن. هنبدا نشوف دلوقتي البوابات الرئيسيه الاربعه اللي احنا اتكلمنا عنها. المفروض في عندي اربع بوابات تدخل منهم. في ناس اصلا متخيله ان كل الناس لازم تدخل من الباب الاولاني، لا، المعرض المفروض زي ما احنا شفنا في المخطط في اربع ابواب. هتلاقي هنا التايتل سبونسر اللي هو مجموعه كابلات الرياض والقاعه واحد، تمام. ده معرض سولار شو كي اس اي وفيوتشر انرجي كي اس اي، ده الباب الاولاني. هنكمل برضو، تمام، للمدخل الثاني الخاص بالزوار. زي ما انت شايف هنا كده في مندوبين من مجموعه كابلات الرياض والمكتب المنظمين. هتلاقي هنا المكاتب دي بحيث انت لو محتاج تستفسر او تسأل عن اي شيء هتلاقي المكاتب دي موجودة في خدمتك والناس موجودين. ده المدخل الثاني زي ما شفنا في المخطط كده في قاعة رقم 2 بحيث انت تبقى عارف مين العارضين اللي انت عايز تدخلهم، وزي ما موجود في المخطط تدخل على العارضين اللي انت محتاجهم بسرعة. هنا طبعا في خدمات زي ميد وفي خدمات طبية دكتور كيف. بعدين هندخل المفروض على المدخل الثالث زي ما احنا برضو شايفين في المخطط بتاع المعرض على قاعة 3. ممكن تدخل من قاعة 3، هتلاقي هنا اهو المدخل الثالث مدخل قاعة 3. هتلاقي هنا في مدخل قاعة 3 مجموعة كابلات الرياض اي سينك. بعدين هتكمل في عندك الخدمات اللي موجودة، تمام، في المعرض مكاتب الخدمات متوفرة، تمام. وهندخل أخيرا على المدخل الرابع للمعرض. حسب المخطط انت بتبدأ تشوف بقى مين الاكزيبيتورز او مين العارضين اللي انت عايز تشوفهم. وادي عندك قاعة 4، تمام. فانت كده بدأت بقى من اول المدخل الاولاني الى اخر المدخل. يبقى انا عندي اربع قاعات، القاعة 1 قاعة 2 قاعة 3 قاعة 4. ليك المدخل الثاني، ممكن تدخل طبعا من البوابة الثانية الخلفية دي. هتبدأ بقاعة 4 3 2 1، وبالتالي المعرض هنا بيتقسم الى اربع بوابات. تقدر تدخل من اي بوابة وتقدر طبعا تاخد الاي دي بتاعك وتبدأ رحلتك في معرض سولار شو كي اس اي. واشوفكم في المعرض، يلا بينا ندخل. السلام عليكم.